انا توصلت بهذا المبلغ هذا، جات عندنا واحد السيده جمعت عندنا فوتوكوبيات لاكارت ودرنا فيه نمره التليفون ديالنا وتوصلنا بهذا المبلغ. الله يخلف، الله يخلف على مول اللي دار هذا الشيء، الله يخلف عليه، الله يجازيكم بخير. عندنا واحد السيده دقات علينا في الدار قالت لنا باننا نعطيوها نمره لاكارتات ونماري التليفون، غتوصلنا بواحد الامانه من عند واحد السيده الله يخلف عليها والله يرحم ليها الوالدين. البارح صيفطات لي الكود واليوم ان شاء الله شديت الامانه الله يرحم ليها الوالدين وشكرا ليها بزاف والله يخلف عليكم. تنشكركم بزاف على هذه المعاونه اللي عاونتوا الناس راه محتاجين ليها في هذا الوقت بالذات وهاد الازمه اللي واقع المغرب. تنشكركم بزاف انتوما لهذوك المحسنين لهذيك الجمعيه والله يجازيكم بخير، تعاونتوا مع الضعفاء الله يكمل بخير الامه الاسلاميه وشكرا لكم بزاف. اليوم جيت نوصل واحد البادره اللي عجبتني بزاف، بادره طيبه اللي عجبتني واستافدوا منها الناس ديال المنطقه ديالي فين كنسكن، اللي هي ناس اللي هما في عائلات معويزه بزاف بزاف بزاف، ما عندهمش اسر اللي ما في حالهمش، كاين اللي كاري الوالد ديالو كان مياوم يعني ما يمكنش هو غيخرج في الحجر الصحي. حنا تنقولوا ليه جلس في دارك، اي واحد ناض منا وكتب جلس في دارك وما تخرجش، ولكن هما تيقولوا لك حنا نجلسوا في الدار ما لقينا ما ناكلوا. حنا حاولنا اننا نقلب على اللي غيساهم وغيساعد هاد الناس هادو، فاذا بنا لقينا واحد الجمعيه اللي الناس كلهم كانوا كيسولني شكون هما هاد الناس اللي ساهموا ب 1000. كيفاش انا الحمد لله على قدي، يعني كيقولوا لي كيفاش الناس كيجوا عندك وكياخذوا كيستافدوا 1000 درهم. اليوم قررت بانني نخرج بتصريح باش نوريكم كيفاش وصلوا هاد الاسر ومن عند من ب 1000 درهم. هاد الاسر استافدوا اللي هما 100 واحد من الدار البيضاء، المعظم كاينين الناس من اللي ساسفه، يعني 100 واحد اللي استفاد ب 1000 درهم عن طريق جمعيه جود اللي كتراسها الاخت هند العيدي اللي مشكوره بزاف لانها تفكرت في هاد الناس هادو ووقفت معاهم في عز المحنه اللي حنا دابا خصنا نديروا اليد في اليد. والحمد لله لقينا واحد الطبقه اللي تبارك الله يعني انسانه مقتدره وجات وفكرت فينا وقلبات علينا باش كنا قدمنا واحد الوساطه ووصلناها للعائلات اللي ما في حالهمش. فاحنا الحمد لله يعني وصلنا هاد المبالغ عن طريق كاش بلس، يعني فوفا كاش او كاش بلس، فهما توصلت ب 1000 درهم مبالغ اللي جاها واحد عطيناهم. حنا جمعنا غير لاكارت ناسيونال ديال هاد الناس هادو ورسلناهم للجمعيه، كناخذوا لاكارت ناسيونال كنكتبوا فيها الرقم ديال مول لاكارت في التليفون يعني ديالو كنكتبوه، ملي كتوصل هي كتعاود للسيده اللي مكلفه بالملفات كتتصل بالشخص كتاكد من البيكا ديالو يعني نمره لاكارت ديالو. ملي كتاكد كتقول له غتسنى مثلا منا لغدا راه غتجيك واحد الرساله نصيه اللي غتكون في اس ام اس يعني لتحت انها البلاصه اللي غتمشي تستافد منها فيه واحد الكود رمزي. هذاك الكود كيدي السيد الكاش بلس كياخذ 1000 درهم. هذا الميساج كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي لكل شخص اللي هو استفد من هاد المبلغ المالي. يعني 100 شخص 100 المهم فوق 100 المهم كانت 10000 درهم 100 10 المليون و 80000 ريال اللي وصلنا حنا كمبلغ 10 المليون ل 80000 ريال وكثار. يعني انا كندوي غير على المناطق وربعات الناس يعني كفرد، راه ماشي يعني هاد 100 راه الواحد للشخص خدا 1000 درهم للشخص يعني باش قالت لك انا ما بغيتش ندير القفه، حنا بغينا هاد الناس يمشي ياخذ داكشي اللي باقي خاصو في المنزل ديالو، يعني فيها خضره فيها اي حاجه يقدر يتخيلها الانسان لقاها يشريها بداك المبلغ هو بيدو ياخذها من عند هاد السيده اللي هي يعني واحد الجمعيه كنشكروها بزاف، هي وجميع المحسنين اللي ساهموا مع هاد الجمعيه. يعني هاد المحسنين اللي عرفناهم عن طريق جمعيه جود كنشكرهم بزاف وكنشكروا بالاخص هند العيدي لانها تاقت فينا والحمد لله. يعني الثقه ديالك راه والله العظيم الا بغيتكم تشوفوا الفرحه ديال هاد الاسر، تشوف ناس معاقين، ناس ما عندهمش، كاري خمسه الدراري في بيت واحد محجور عليه في بيت واحد وما لاقي ما ياكل، راه فرق كبير ما بيننا. حنا رحنا شويه المهم الحمد لله، ولكن داك الشخص اللي ما عنده ما ياكل مسدود عليه ولادو راه لا اله الا الله. تاع السيده تفكراتهم وكان الحمد لله وكنطلب من هاد الناس يعاندوا
هند، حنا بغينا هذا الخروج اللي خرجنا به دير بحال هند العادي، دير بحال الجمعيات والمحسنين، صور الخير. راه ماشي الصدقه هي مستوره، ولكن راه ملي كتصورها انت كشخص راه واحد اخر كيتعاند معاك اللي خايف او باقي ما بغاش يعطي. بغينا نعرفوا نتعاونوا مع بلادنا ونتعاونوا مع الدوله ونتعاونوا مع الشعب ديالنا عن طريق هاد الناس الخير، هاد الجمعيات اللي هما تبارك الله بحال جمعيه جود. انا بصراحه كنعترف بها وفرحت هاد الناس وفرحتني حتى انا ملي كنلقى ولاد بلادي عندهم جمعيات اللي مقتدرين وخدموا عليها ووصلوا الامانه للاسر ديالهم. يعني الحمد لله وشكرا بزاف بزاف بزاف. كنشكر جميع كل من ساهم مع هند العيدي، وبان الميساج ديالكم والحسنات ديالكم وبانها توصلتنا بها فعلا عن طريق هند العيدي، مشكوره بزاف 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 داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، لان هذه المبالغ الحمد لله رسموا فيها ناس اللي من جميع كافه العالم. شكرا بزاف 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 عليها. احنا ما فرقناش، انا والصديقه ديالي ما فرقناش. يعني جات عندي صديقة ديالي قالت لي غنختاروا ناس اللي عارفاهم انهم ما فحالهمش بصح، يعني شنو ما فحالهمش؟ ماشي غير جالس عنده كل شيء وسد عليه ما بقاش يتخلص راه ما عندوش، لا، كاينين الناس اللي باقي عندهم ما ياكلوا، وكاينين الناس اللي كانوا كيخدموا النهار كيخرج داك الراجل كيزق فيفته وتيمشي للموقف. الا ما خدمش داك النهار راه ما عندوش ما غيوكل لولاده. واحد السيد عطاني واحد الميزانيه وبقيت كنشوف، قال لي كنت كنوض كنمشي نخدم 100 درهم في النهار او 150 درهم، كنحيد منها 30 درهم كنحطها في صندوق الكره ديال الشهر، وكنحيد 20 درهم للضو والماء. قال لك في النهار، لان قال لك حنا كنخلصوا الضو للفرد فهذيك الدار حيت تكفيها بزاف البيوتة. قال لك يعني البوله وشحال من بوله عندي في الدار. قال لك تنحيد هذا الشيء واللي بقات ناكلو في اليوم ما عنديش. قال لك ما نخزن، واش اللي كيجيب 100 درهم في النهار وعنده ربعه الاولاد في الدار واش غايدير حجره شكون اللي كنقولوا حنا المغاربه؟ واش باقي غتجمع؟ راه ما كنلقاه جامع على المرض، الا طاح كيطيح من ليتو، ليتو ما كيلقى مين يعينو. دابا هادوك الناس هما اللي سبقناهم، دوك الناس اللي هما اللي مشينا عندهم، اللي كتمشي كدي ليه ديك 1000 درهم راه بحال الله ما عادش دخلتي ليه. يعني واحد المنظر اقسم بالله انا ما بغيتش نفضح عائلات، يعني حيت ما بغيناش نجرحوهم، ما بغيناش يقول لك الشعب شوش كتصوروا لينا. لا سيدي والله ما بغينا نصوروا، ولكن انا تألمت. كاين راجل كتلقى لي حيتو حدنا وكيبكي، اذا راه صافي راه فات الحد. حنا العيالات كنبكيو كنقولوا لا تاثرتي راه كتبدي تبكي، ولكن ملي راجل يبكي صعيب. ملي الراجل يطيح الدمعه راه ما لقاش ما يدخل دارو لولادو. ملي الراجل ما صافي كتشوفو كيبكيو وسلم امر الله قبل كل شيء راه ما بقاش. والله سبحانه وتعالى رزقنا، ولكن كانت السبب هي ديك السيده هند العيدي اللي كنتمنى يديروا بحالها ويكونوا محسنين اللي تيقوا، ما يبقاوش يقولوا لا راه ما كتوصلش الامانه. والله يا سيدي لا كتوصل، ويمكن لكم انكم تاكدوا انها توصل عن طريق الطريقه اللي دارت هند العيدي، لانها دارت يعني ما غيسمونا حنا شفارين، يعني ماشي غيقول لك هذيك الفلوس راه عطاوها لينا حنا ضربنا النص وعطينا النص. دونك كتوصل كود، حنا كنعطيو غير البطاقه وكتبقى تتواصل مع الفرد. باقيين كنتلقاو اتصالات، كنتمناو ما نردوهمش خايبين، كنتمناو يجيو محسنين اخرين ويجيو محسنين، وكنتمناو يعني هاد السيده باقا مسكينه باغا تعطي، هاد السيده باغا تعاون مع بلادها، ولكن راك عارف راه قال لك الهز من اللي قتل. هاد السيده تاهي مسكينه خص مين يعاونها، لانها فكرت فينا. هي كتقلب وفاتحه الجمعيه ديالها، كتقلب داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن وكتعطي. يعني بغيت انا ناس اخرين بحال هند العيدي، فينكم؟ بغيناكم، ماشي قلت لكم فيكم تجوا عندي انا، لا لا، غير بغيت وحده اخرى تصور بحالي في بلاصه اخرى او راجل اخر ويعطينا حتى هو القائمه اللي عطيتكم. لا حاليا عطيناها غير دابا في هذه المحنه. وهي قالت لك الا جا الخير مرحبا، قالت لك انا ما كرهتش نعطي لكل شيء الناس، ما كرهتش نفرح جميع الناس، ولكن الانسان غيعطي على قد المستطاع ديالو. يعني راه ماشي ساهل، هي راه ماشي عطات غير هنا، حنا راه في الدار البيضاء عرفتنا حنا، وراه كاينين بلايص اخرين عطى الله. يعني راه غتكون مسكينه فرقات حقوق، ولكن حنا كندويو على البلاصه اللي شفنا، وضروري غتكون هي مسكينه عطات الجميع البلايص، يعني شي خمسه المدن ولا ياك 500 عائله، 500 عائله يعني خمسه المدن 500 عائله اللي استفدات. حنا هنا في الدار البيضاء 100، المهم المناطق الاخرين حنا كنشوفوها في الصفحه ديالها. المهم انا اللي نشهد به ونوريه للناس ونتحداهم ونجمع لهم ذوك 100 الناس، لان اللائحه عندي هادوك 100 100. المهم انا نتحدى اي واحد يقول لي ما كايناش شي حاجه اخرى، المول المدينه ديالها غادي يتكلف بها.